حسب توجيهات الأخ قائد المقاومة الوطنية نائب رئيس مجلس الرئاسة رئيس المكتب السياسي، نزلنا لإغاثة المتضررين من السيل في مخيم النهاري في منطقة اليابلي، وعددهم 17 أسرة. ونشكر الخلية الإنسانية على الاستجابة الطارئة للنزول وإغاثة هؤلاء المتضررين بالخيام والسلال الغذائية وكذلك المواد الإيوائية، فلهم كل الشكر، وشكرا جزيلا للقائد حفظه الله. ليلة أمس جاء السيل وأخذ أسرة بن النهاري ما يقارب 17 بيتا، وتوفت امرأة، وعلى إثر هذا فقد بادر العميد طارق حفظه الله بإغاثة المواطنين ومواساتهم، وهذا مما يدل على كرمه وإحسانه وشعوره نحو الآخرين.